ألف زرزة وشرزة معي علي لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. باصمون بالعشرة. أحيانا بل وأكثر من أحيانا تصادف شخصا يرمي الكلمات هنا وهناك رشا ودراكا أشكالا ألوانا خبطا عشواء من تصب تمته ومن يعمر فيهرمي، فتقول في نفسك التي سيتمتع بها الدود اللي كل دودة منهم ما بتشبه التاني وتختلف عنها شخصية وأسلوبا وحركة لا كما يمكن أن تراها العين المجردة سواسية كأسنان المشط، وذلك لأن أسنان المشط شغلة مصنوعة من اختراعات بني إنسان، وبني الإنسان بيحب يعمل شغلات بتشبه بعض، بيستنسخوا عن الواحد عشرة مشان التجارة، لكن الأمم والعالم وخلق الله ما بتشبه منهم اثنين لو طبقت السمع على الأرض، وبيجيك واحد فهمان لافف إجر على إجر وماسك لبربيش الأرجيلة ويا ريت عجمي لا معسل مثل النسوان، وبيقلك بثقة لا متناهية إنه البشر كلهم مثل بعضها مثل بعضهم البعض، هيك بجرة لسان. وما أدراك ما اللسان إذا ما كنت من زوار الميدان، حيث الروس ولسانات ونخاعات مفرودة على الطاولات، وكل نخاع واشتهيت لك يا محدثي هاللسان كل سكوت لأنه الحديث على الطعام حرام. يعني شلون طلعت معك هيك؟ من وين جايب هالكلام؟ شو مصادرك؟ العمى؟ اي والله وحياتك على الغالي يا حبيبي، ومن خلال رحلتنا المتواضعة في الحياة ما سبق والتقينا باثنين بيشبهوا بعض 100% لا شكلا ولا مضمونا، حتى بفيلم التوأمان اللي مثل الدور ممثل واحد فيه ما كان بيشبه بعضه، مشان هيك ما سموا الفيلم التوأم بل سموه التوأمان. دايما كان في اختلاف، ولولا الاختلاف لما دافعنا عن استقلالية الإنسان وحرية الإنسان، ولما وجدت جمعيات الدفاع عن الحريات الفردية وحماة الأمور الشخصية ودائرة الأحوال المدنية يعني النفوس ومفردة النفس ويقولون لها في بعض الحالات نسمة، فتتشابه عند رجال الإحصائيات والأرقام والأعداد النسمات. وتتساوى عند المترفعين المتعالين المغرورين النفوس، تصبح مجرد أرقام، فأنت ترى قطيع الأغنام متشابها ورف العصافير متشابها، هم ليسوا بمتشابهين لكنك رأيتهم كذلك لعدم قدرتك على رؤية أبعد من ذاتك ونفسك. لم تكن لديك موهبة النظر، لم تتمتع بميزة تمييز الواحد عن الآخر، ربما لأنك قوي كما تعتقد لا تحتاج إلى هذا الفحص والمحص، لا وقت لديك، وربما لأنك قصير نظر وقليل حيلة وما بتجوز عليك غير الشفقة، فشبهت الحمير ببعضها البعض وقلنا لك ماشي، مع أن ما بتتشابه، كل حمار له عالمه وله هواياته وله مواهبه، حتى الحمار الوحشي بيختلف الفرد منهم عن التاني مع أنه لابسين بيجامة موحد، وما في داعي تشلحهم البيجامات لتشوف الاختلاف، لا حتى الخطوط اللي على البيجامة بتختلف من حمار لتاني، هيك قال طبيب بيطري بعرفه. لذلك أحلت أمرك إلى الطبيب كي يناقشك بالموضوع، لأنه نسيت لك أنه ما عندي وقت لمناقشة الواثقين، بعرف منهم كثير مثلهم مثلك بالضبط بيشبهوا بعض كثير. معك حق والله، أتاري الناس كلها مثل بعض وأصابعها كلها مثل بعض، رغم تميز الإنسان بالبصمات كما تراه من تحت النملات، فتقول عنا بأننا مبصمون يعني باصمين بالعشرة على كل شيء عم بيصير، لذلك النمل كمان بيشوفونا بنشبه بعض كتير. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.